بونجور حسن. مرحبا لين. سافا كيفكم؟ بونجور انا دمروا كثير. انا سعيد كون معكم اليوم عبر شاشة الامبسي. بس انت بحريني او لبناني؟ شو ما بدك بحكي لبناني، تريدني احكي بالعراقي احكي معك بالعراقي، نقلب معك بالمغربي ما عندي شي مشكله. كل موجه. البروديوسر لارا سوريه فبدها شامي. اخ لا شامي عاد يبي لي مسلسل عشان انا اتكلم فيه. اي والله. ايش شبك؟ انا منيح. كيفك بنت عمي؟ شو صاير؟ قلبنا باب الحارة. ايه باب الحارة جزء 70. اه والله من احلى المسلسلات اكيد. أيوة اللي بعد احنا كبرنا واحنا نشوفها اكيد. صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح اليوم بحريني ممزوج معاكم مع الاجواء الجميلة عندكم في الام بي سي اكيد. كله كلنا مع بعض بقى ايه وحدة وطنية. الله. عشان نسينا المصري. نسيت المصري. طيب احنا نسألك اسئلة وانت جاوب كل سؤال بلهجة ان شاء الله اللي تعجبك. يلا الله يستر. تخيلوا عم يصير امتحان عندي على راحتك. على راحتك. بداية حسن، انت بديت بعمر كلش صغير من عمر صحيح. 12 سنة صحيح. فشلون اثر هذا الشيء على مسيرتك الفنية وعلى نفسك انت كشخصية حسن؟ شوف يعني اثر فيني بشكل جدا كبير لانه نفس بحريني. ها هذه بحريني. اوكي يعني عادي خليك على راحتك. اول سؤال بحريني. نعطيك بعدين ننطلق. اثر علي بشكل جدا كبير لان انا يعني بديت وانا صغير وانا كان عندي شغف. يعني انا بادي اساسا من بيت جدتي، عرفتي في البيت قاعدين صغار افتح الكبت الخزانه احط الشرشف اطلع امثل لهم اطلب منهم فلوس تذاكر المسرحيه اللي يا زعم شافوها. والله اسوي هيك. اي والله العظيم. من بعدها يعني دخلت المسرح ونادي مدينه عيسى والحمد لله. يعني انا اقول لهم من البدايه لان كنت مشاغب جدا فالمخرج من شافني انا كنت ضمن مجموعه 12 طفل فقال لا جيبوا هذا شاطر مميز على طول اعطاني واسند لي دور. فدخلت يعني من بوابه الطفوله. ليش مهم ان الموهبه؟ انا دائما اقول حتى حق الاهالي لما اشوفهم اذا ابنائكم عندهم موهبه اشتغلوا احسن ما يستغلونها في شيء ما راح يفيدهم او ينحرفون بطريقه من الطرق. فالموهبه اصلا تحمي. والمهم يوجهوهم لانه لما يدخل واحد عمره 12 سنه على مجال بناس كبار تتعامل ويا كل واحد بطريقه صحيح. مختلفه ضروري الاهل يوجهونها. مروه كانت قبل شوي عم نحكي نحن وياك قبل ما نطلع على الهواء انه نحن ويكند ريليت لانه بلشنا بعمر صغير صحيح. وانا هاي الشيء اللي اسعدني حسيت نحن اصلا رجعنا في الطفوله وردينا كبرنا مع بعض نفس الوقت. طيب لما بلشت على المسرح قدمت أعمال للطفل وبعديها نقلت لأعمال وقدمت مسرحيات للكبار صحيح. شو الصعوبات اللي واجهتها بهاي النقلة؟ ما كتير صراحة. ما كتير صراحة يعني. رافو أنك تذكرت عطولي عطول بقلب عطولي. 10 على 10. ما كتير صراحة. زخفي عبالهم أنه أنا أمزح. لا 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 ما تكلم جد. لا إحنا سوينا ديسكليمر أول. والله إيه خلاص. يعني الصعوبات اللي واجهتني مش كتير يعني أنا بلشت وأنا صغير بالأدوار الطفولة تنقلت بكتير أدوار. ما حدا كان عنده ثقة في أني أنا بقدر مثل بشكل كوميدي كتير كبير. خلاص أوكي نجحت في الاختبار. أكمل بحريني. لا صراحة يعني على فكرة ما كان في أحد مؤمن إن أنا. ولا؟ في لبنانيين في حياتك؟ كتير ما اشتغلت مع لبنانية على طول بقلب. الصعوبات اللي واجهتها ما كان في أحد مؤمن إن أنا ممكن كنت أدش مسرح الكبار وأصلا أدخل كوميديا لأن أغلب الناس اللي كانوا تشوفني على الشاشة كان شوفني أدوار رئيسية يعني ولد عز ومغرور وأنا ما فيني من الصفتين. لا بسيط جدا ولد عز يا ريت. على قد صيت الغنى ولا صيت الفقر. أيوة. هذا هو. وأنت غني صح. عز بالأخلاق والروح الحلوة. فهذه كانت الصعوبة أن أنا فرضت نفسي على فكرة في المسرح الكوميدي للكبار. أنا كتبت مجموعة سكتشات وقدمتها للكاتب قلت له شوف لي بأي طريقة من الطرق أنا بأمثل كوميدي. فلما قدمت له الاوراق قرا وقال لي هذه اكيد انت كاتبه. قلت لي والله انا كاتبه وقدمت هذه السكتشات. من بعدها حتى ردت فعل الناس الكل كان مستغرب يعني ما توقعنا حسن ممكن يطلع منه الكوميدي. فالحمد لله رب العالمين. قدمت غير عن المسرح مسلسلات خليجية كثيرة 40 مسلسل تقريبا. اي ما شاء الله. إيه. منها حياة ثانية وخطايا العشر صح. برأيك المسرح ولا المسلسلات او تمثيل في المسلسلات التلفزيونية اصعب؟ شوفي اي احد بادي من المسرح استحالة بيقول لك مسلسلات. المسرح اصعب بس امتع
في نفس الوقت. الأصعب إن أنت شلون راح تكون أمام جمهور كبير تسيطر عليه، تعيش اللحظة سواء كان شيء درامي أو شيء كوميدي، شيء ضحك. ما في إعادة، خلاص. ما في لايف. أي أنت مشي روحك مثل ما نقول، وتكون عندك سرعة البديهة تحديداً في المسرحيات الكوميدية، لازم يكون عندك سرعة. ومرات لازم تشيل زملائك. 100%. مثلاً. شوفي المسرح يعني أنا مثلت مونودراما وحيد على المسرح 45 دقيقة، هذا كان في مهرجان أكادير، والحمد لله حصلت أفضل ممثل دور أول على، بس تبقى في صعوبة نفس ما قلتوا، أنا وحدي على المسرح كيف أقنع الجمهور، وأنا لازم أعيشهم وأشدهم طول ال 45 دقيقة. بس لما يكون معاك أيضا جروب الكل يشيل الثاني، فهذه الحلو، هذه المتعة الباسات بيننا بين بعض. فالمسرح أمتع وأصعب في نفس الوقت، وتبقى ذكرياته أحلى. يعني أنت تاخذين ردة الفعل على طول، صفقة الجمهور مباشر، تأثرهم كله مباشر. أكثر لحظة تتذكرها وبقت ببالك من أيام المسرح؟ وأحلى لقطة اللي أنا ممكن تصيدني وأقشعر فعلا فيها، دخولي على المسرح وتحييتي لما أخذها في النهاية، وتمييز الجمهور لك. يعني أنت تسمعين كذا صفقة، صفقة بسيطة حلوة مشجعة، بس لما تدخل وتسمع هذه التحية من الأشياء الجميلة. وأيضا هذه مناسبة أشكر الفنان والنجم الكويتي طارق العلي، اللي أنا عندي مسرحية معاه اسمها مامية ولدي، وإن شاء الله راح نكون في أبو ظبي بإذن الله. شهر اللي مراجعين صح أنت أول ناس على عود، إحنا قاعدين على الكراسي أوريدي. شرف والله. فطارق العلي يعني أبهرني صراحة بذوقه معاي في أول يوم عرض، لما طلعنا على المسرح يعني قال عني معلقة جميلة وأنا حيي فيها الناس، أتوقع يعني أعطاني حقي وفي نفس الوقت أسعدني وكأنه توجني، أعطاني عرفتوا نفس الوسام طبعًا من خلال الكلام. استاهل صراحة. طيب كانت مروة عم تقلك عن مسلسل خطايا العشر، قدمت شخصية خالد اللي بتأتئ، وخبرتنا أنه في ناس كانوا يسألوك أنه هل أنت بتأتئ لأنه أتقنت هاي الشخصية؟ الحمد لله رب العالمين. تأتئلنا. يعني وايد كنت مستانس لما كنت أتكلم، بس كاركتر كان وايد يتعبني، فأتعب بتعب صج ترى. لا تعبتوا يا جماعة. لا الكاركتر يعني ترى فعلا دي كان متعب إنك تطلع برا هذا. على فكرة شوفي هذه المسلسل كان مع المخرج علي العلي، وأنا أشكره جزيل الشكر، لأن أنا تفاصيل الكاركتر من اللبسة والكاركتر ذي كامل أنا اخترته، وقلت له شلون تبيني أسوي الطريقة، قال لي أنت شنو في بالك وسويت الكاركتر. بس أكثر مسلسل تعبت فيه حقيقة، وأكثر مسلسل استنزف عاطفتي، لأن كان شخصية اللي تأتب بروحها بحد ذاته كان في صعوبة في الكلام، أثر فيني بعد ما كنت في الحياة الطبيعية، لأن تقريبا 3 شهور أنا أمثل بهالصوت بهالكاركتر، وبلاس إن الدموع كلها حقيقية والمشاهد الحزينة فعلا كلها حقيقية من غير ما استرجع ذكريات سابقة. يعني إحنا عادة نسترجع ذكريات عشان ممكن إحنا نتأثر. طبعاً. هذه المسلسل كان نقطة تحول لي، إن أنا الشخصية هي اللي خلتني أتعاطف معها ودفعتك وأثبتت نفسك في صحيح. يعني أنا يا ريت عدنا الحلقة كلها نتكلم عن أعمالك، ما شاء الله عليك الخاتون وكثير أعمال، بس إحنا قاعدين كنا نشوف على الشاشة مع بعض أعمال من MBC اللي هي الأعمال الأنيميشن سر الكهف، قنديل الحكايات. تكلمنا عن هذه الأعمال. هذه من أجمل التجارب اللي أنا يعني ما توقعت إن أنا بدخلها بهالجمال مع المخرجة والمنتجة، أكيد نوجه لها تحية إيناس يعقوب اللي كانت مصرة أن أنا أكون في المسلسل. على فكرة أنا كنت محصل جائزة بالعربية الفصحى، دخلنا الاستديو نسجل، عقد قلت له أنا ما أعرف أمثل، حسستيني ما أعرف أمثل، لأن الأنيميشن جدا صعب. دقة أصعب الكلام من التمثيل جدا، بس أنت شوفي البروفيشنال في تقديم الصورة. رائع. يعني مع إيناس إحنا كنا موجودين في معرض من المعارض في دبي، فالناس كانوا يسألون هذه أنيميشن ياباني صيني ولا أنيميشن خليجي، فإحنا فخورين باسم مثل الناس يعجبون في هالمجال. كل هاي المسلسلات الكرتونية فيها عبرة ورسالة قوية، هذه المهم، تعلم الأطفال قيم وأخلاق. يعني إيناس الجميل فيها أنه دائما تحاول أن احنا نكون نفس ديزني لاند ولكن بهويتنا الخليجية أو العربية، يعني شلون نأثر في الطفل بشكل إيجابي من خلال صورة جميلة، كان في قصص أنبياء، كان في قصص صحابة، كان في قصص أطفال شلون يواجهون المشاكل بشكل جدا مميز. وهذا الشيء المهم أن احنا نتكلم فيه في صناعة محتوى الطفل، لأن اليوم الطفل في وسط هالغزو اللي انت قاعد تشوفينه في القنوات للأسف، وبعض الأفكار اللي يحاولون يشدون لها الطفل، صحيح. هذه التصدي هو الأجمل. تشوف صورة حلوة في نفس الوقت قاعد تقدم عبرة
حق الطفل ومحتوى هادف. هذه المهم. نحن للأسف خلص وقتنا، ولكن احنا انبسطنا كثير فيك. والله أنا أكثر. لازمك معنا على الغداء ضروري. أنا طبعا بس قبل ما أختم حبيت أهني سمو الشيخ ناصر بن حمد على فوزه في بطولة سباق القدرة، وأيضا منتخبنا البحريني على فوزهم في كأس الخليج لبطولة السلة. فألف مبروك. أكيد. ألف شكرا. لجمهور. يلا غدا. الغدا. يلا.